وإنما يقبض العلم بموت الأبهام، وإنما يقبض العلم بموت العلماء، ولا سيما في هذا الوقت إنه قل العلماء، قل الفقهاء وكثر القراء، كثر القراء وقل الفقهاء. وفي قوله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض، إن الله إن الله لا يقبض هذا العلم، لا يقبض هذا العلم انتزاعا من صدور الرجال. وإنما يقبض العلم بموت الأبهام، وإنما يقبض العلم بموت العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، ولا حول ولا قوة إلا بالله.